والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة زي ما احنا عارفين الإنجيل بتاع بشارة الملاك غبريال للست العذراء. و هقرا معاكم بسرعة وبعدين نتكلم شوية حواليه. يقول: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من عند الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك يا أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ماذا يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم للملاك: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فانصرف عنها الملاك، والمجد لله دائما أبديا أمين. كل حدث بيحصل في حياة البشرية هو بترتيب الثالوث القدوس. إلهنا ثالوث، آب وابن وروح قدس، وعلاقتنا بالله بتكون مع هذا الثالوث. بنتعامل مع الأبوة في الآب، بنتعامل مع البنوة من خلال وضعنا في جسد الابن فبنبقى أبناء، وبنتعامل مع الروح القدس إن هو اللي بيسكن فينا، إن هو اللي بيقدسنا ويخلينا هيكل الله. فكل تدابير الخلاص هنلاقي دايما الثالوث ظاهر. يعني مثلا هنا الست العذراء بتسأل عن الكيفية اللي هيتم بيها هذا الحمل، فبيقول لها ايه الملاك غبريال؟ بيقول لها كده: الروح القدس يحل عليك. ده هنا ده شغل الروح القدس في التجسد. وقوة العلي تضللك، ده شغل الآب اللي بيدبر وبيظلل. ولذلك المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، هيتشكل في بطنك القدوس الذي هو ابن الله الكلمة المتجسد. دايما ولاد ربنا بالذات في المنهج الأرثوذكسي علاقتهم بالله من خلال الثالوث، مش بس من خلال ربنا يسوع، لكن من خلال الثالوث بيتمتعوا بأبوة الآب وبتدابيره وبرعايته وبحبه وبأحضانه المفتوحة. السيد المسيح لما حب يشرح محبة الثالوث تلاقوها في لوقا 15، حكى ثلاث أمثلة، كل مثل بيعبر عن محبة أقنوم من الأقانيم. مثل الابن الضال والأب الحنون بيعبر عن محبة الآب اللي فاتح أحضانه. مثل الخروف الضال بيعبر عن محبة الابن اللي ترك 99 بار لا يحتاجون إلى توبة، ودول المقصود بيهم الخلائق السمائية، دول أبرار لا يحتاجون إلى توبة، ونزل إلى العالم ليرد إليه الخروف الضال. الابن تجسد لكي يرد الإنسان الضال
إلى رتبته مرة أخرى. فمثل الخروف ده بيعبر عن محبة الابن، مثل الدرهم المفقود بيعبر عن محبة الروح القدس اللي بيساعد الكنيسة وبيقود الكنيسة وينور لها علشان تلاقي الدرهم المفقود، وهكذا أمثلة كتيرة جدا عن الثالوث هنلاقيها جوه الكتاب المقدس واضحة أو مخفية. فهنا الملك غبريال لما بتسأله الست العذراء قال لها كده، قال لها ده شغل الثالوث، ده شغل الثالوث، الروح القدس هيحل عليك وقوة العلي بتدبر كل شيء وتظللك، فيتكون في بطنك قدوس، والمولود ده هيبقى قدوس ويدعى ابن الله. هو ده الكلمة، عقل الله الناطق الأزلي اللي معاه منذ البدء. طيب لما الثالوث يجي يشتغل يحب يشتغل في نفوس مهيئة لي، مهيئة. ساعات احنا لما نيجي نختار نحاول نختار حاجة كده ايه شكلها حلو من بره. ناس ساعات لما تيجي تختار عروسة تدور على الشكل من بره، يجي يختار بيت يتفرج عليه من بره، عربية ولك فخمة من بره. ربنا بينظر إلى القلب. ست العذراء كانت ست يعني بنت جميلة شكلا، لكن الأهم من كده أنها كانت عذراء. وعذراء هنا معناها مش بس بالمفهوم الجسدي، لكن عذراء معناها ان هي مكرسة نفسا وجسدا وروحا لله. مفيش هوى بشر، مفيش حد مس ولا قرب بتاعت ربنا. ده الإناء المختار اللي ربنا يشتغل فيه، يكون إناء عذراوي. ربنا حب يتولد من عذراء لكي لا يكون دخل لهوى البشر في قصة التجسد والفداء وتدبير الخلاص. مفيش هوى بشر، البشر عجز، البشر عجزوا كلهم. ربنا اختار عذراء وحل بروح قدسه فيها واخذ منها جسد بدون هوى بشر. صحيح سر الزواج سر مقدس، ونتيجة لسر الزواج بيجي نسل. النسل ده خليقة مباركة من الله، لكن فيه هوى البشر مشترك فيه. أما تدابير الخلاص فهي من الله، من حبه ومن تدابيره، بدون تدخل لبشر، لأن الناس كانت عاجزة إن هي تخلص نفسها. فربنا اختار عذراء. إناء متواضع، إناء متواضع. لو أنتوا خدتوا بالكم من الحديث بتاعها مع الملاك هنلاقي التواضع ظاهر من البداية للنهاية، من البداية للنهاية. من أول ما الملاك ظهر لها اتخضت، مش من شكل الملاك، ملاك حبايبها، لكن اتخضت من التحية، اتفاجئت بتحية هي عمرها ما فكرت انها تكون كده. السلام لك يا ممتلئة نعمة، يا اللي نلتي كرامة عند ربنا، يا مباركة في النساء. يا ايه ده، ايه ده الاوصاف دي؟ الاوصاف دي تخض الانسان المتواضع. كان عشان كده النهاردة انا المقالة عن كلمات في الاتضاع متاخدة كده من اقوال احد الاباء، كلمات في الاتضاع. نفسي الكمال الإلهي هو بحر من الاتضاع، والمتواضعين دول هم اللي يبقوا دايما زبطين التيون بتاعهم مع ربنا وماتشين دايما مع ربنا، يعرفوا يلقطوا صوته كويس وربنا يتعامل معاهم بارتياح، وهم يتغنوا بأسرار الله. الإنسان المتواضع ده يكشف له الله جميع أسراره. عذراء متواضعة جدا جدا، مش متوقعة أبدا إن تسمع كلام فيه تكريم ولا تحية فيها تعظيم أبدا، ولذلك اضطربت من الكلام من البداية، استغربت اللي بيكلم مين ده، مش معقول أنا،
واحدة مش متوقعة أبدا، عمرها ما فكرت إن هي تكون أحسن من غيرها، عشان يقول لها مباركة أنت في النساء. إيه ده؟ عمرها ما فكرت كده، هي أقل واحدة، هي أقل واحدة، فاضطربت من الكلام. شوفوا الاتضاع، ساعات الناس تبقى واخدة الاتجاه العكسي، تدور على كلمة المديح وتدور على كلمة التكريم، وإذا ما سمعوهاش يزعل، وإذا يعني ما سمعوهاش تبص تلاقيهم عمالين إيه يحكوا شوية عن نفسهم عشان الناس تتكلم شوية وتقول الله ده فلان ممتاز، وده هو اللي عامل الشغل كله، وهو اللي بيعمل، وهو اللي بيسوي. إيه ده؟ منهج الست العذراء إنسانة متضعة جدا، والاتضاع ده حالة فكرية بتأثر على الإنسان كله بعد كده. حالة فكرية يعني الإنسان بيبقى من جوه فكره دايما متضع، متضع جدا، وحاسس انه اقل من كل الناس. ده كويس ان ربنا فتح له بيته، ده كويس ان هو ربنا حطه كده في وسط شعبه وقديسيه، هو ما يستاهلش حاجه لو الناس بس تعرف قد ايه هو ضعيف وقد ايه هو خاطي. التواضع ده حاله يعيشها الانسان، ونعمه، نعمه. يا بخت الإنسان اللي يعيش فيها، ويا بخت الإنسان اللي يطلبها، لأن دي نعمة من ربنا. يحس إحساس حقيقي بقيمته وإن هو شوية تراب. شوفوا إبراهيم العظيم رب الآباء كان يوقف قدام ربنا يقول له شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، أنا تراب ورماد. داود اللي كان ممسوح ملك وعمل الله العظيم كان دايما على أيديه، وقف مرة قدام شاول وقال له إيه؟ قال أنت وراء من ملك إسرائيل مطارد؟ وراء كلب ميت؟ وراء برغوث واحد؟ أنت بتطارد منين بس؟ ده أنا ولا حاجة. ده إحساسه الحقيقي، عشان كده كان روح ربنا مليه. والإنسان لو اتكبر خلاص يفقد كل حاجة. إحساس حقيقي إن هو بيشعر بحقارته، بيشعر إن هو لا شيء. معلمنا بولس الرسول كانت بتجري آيات الله على أيديه، وكلمة ربنا على فمه، طاقة حب وطاقة خدمة وطاقة تبشير، ويقول إيه؟ يقول لنا هذا الكنز في أوان خزفية. إحنا مجرد آنية خزفية، ما تسويش حاجة، ما تسويش كم سنت. أواني خزفية، لنا هذا الكنز في أوان خزفية، يقصد به كنز الروح القدس وعمل الله فيه. لنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، لا منا. ست العذراء انزعجت مش من حاجة، الخطية تبقى مزعجة، لكن هي ما كانش فيها خطية. انزعجت من التكريم. أحد الآباء بيقول احتمال التكريم أصعب من احتمال التوبيخ. التوبيخ على الأقل هو بيفوق الإنسان شوية، بيخليه ينتبه، يبص لنفسه، يدور على عيوبه ويشكر الشخص اللي بيوضح له عيوبه. أن الإنسان ما بيبقاش شايف نفسه كويس، كويس أن حد يوضح لي عيوبي علشان أتحسن وأصلحها. لكن التكريم خطير، فخ منصوب للإنسان. التكريم صعب، وقليلين اللي بيعرفوا ينجوا منه، لأن ساعات كده الواحد يترمي عليه تكريم ومدح وما يلحقش يوصل كل ده لربنا، لأن هو طبعا صاحب المجد وصاحب، هو اللي يستاهل الحمد والمدح والتكريم. فساعات يترمي عليه شوية مدح كده والذات تلحق تروح بلع لها حاجة منها وتنتفخ. لا، أي مدح يجي وأي تمجيد يجي، التمجيد ده يروح لصاحبه، يروح لربنا. إذا كان السيد المسيح نفسه له كل المجد، يقول إيه؟ يقول مجدا من الناس لست أقبل.
مجدا من الناس لست أقبل. ست العذراء نموذج لإنسانة متضعة. بقول لكم من البداية للنهاية، والنهاية برضو بعد ما استفسرت وفهمت قالت له هو ده أنا أمة الرب ليكن لك قولك. قمة الاتضاع، قمة الاتضاع. هو ده أنا أمة الرب ليكن لك قولك. إنسانة مسلمة نفسها لربنا تماما، ما قالتش طب الموضوع ده هيكسبني ولا يخسرني، طب وده فيه تعب ولا مريح. النهاردة لو في عروسة جايلها حد متقدم تقعد تحسبها مليون مرة، ولك أنا رفضته أصله لقيته ما عندوش كذا، أصله أنا لقيت كذا. طيب ست العذراء معرفت أن الرسالة من ربنا وأنها بعمل الثالوث على طول قالت هو ذا أنا أمة الرب. الملاك بيقول لها مباركة أنت في النساء، وهي بتقول إيه؟ هو ذا أنا أمة الرب. لسان حالها ما تغيرش، خدامة هتفضل خدامة، ولحد النهاردة خدامة للعالم كله. هي الملكة المتوجة، ملكة السمائيين والأرضين، لكن بتخدم العالم كله وبتشفع في العالم كله وبتصلي من أجل توبة وخلاص العالم كله وبتخدم بكل قلبها. هي مش قاعدة كده في برج عالي. كلما الإنسان ياخد نعمة من ربنا كلما يزداد انسحاق واتضاع ويزداد نمو في الخدمة وفي البذل. هو يقول لها مباركة أنت في النساء، وهي تقول له ليكن لك قولك. هو ده أنا أمة الرب. عشان كده اتضاع الست العذراء ده هو السبب الرئيسي اللي هي حتى وهي بتسبح هنشوف الأسبوع الجاي تسبحتها مع أليصابات بتقول لأنه نظر إلى إيه؟ اتضاع أمته. دي أهم صفة هو بيبص عليها. درس حلو لينا الست العذراء. في نقطة تانية مهمة، أحيانا في أحداث كبرى لكن بيعبر عنها بموقف صغير وياخد دقيقة ولا دقيقتين ويخلص، لكن الموقف الصغير ده بيبقى شايل أكبر كتير من حجمه، شايل جواه أكبر كتير جدا جدا من حجمه. والعكس ممكن يكون موجود برضو، مواقف تبدو كبرى وكبير حاجة فخمة وضخمة وهي ولا حاجة، تافهة، كلها كلام فاضي. هدي أمثلة. يمكن اللي يفتكر أمريكا لما دخلت العراق سنة 2003 كان في رجل شاف وزير الإعلام ولا وزير الخارجية بتاع العراق ده، كنت تبص لقيه مستخبي جوه كمية من الايه من الميكروفونات الضخمة، كمية يعني مثلا 70-80 ميكروفون يعني، وهو واقف بقى وعمال يقول إيه انا احنا هنعمل، ويشتم في الايه في الامريكيين. حاجة يقول لك مؤتمر صحفي عالمي، حاجة باين عليها انها ايه ضخمة، لكن هي من جوه ايه ده كله حاجة غير حقيقية، كله كذب في كذب وكله كلام فاضي. وتلاقي 50 قناة بتصور كل الدوشة دي والزحمة دي والناس اللي مكرسة وقتها على ايه؟ على كلام فاضي. زي اللي طلعوا بعد احداث ماسبيرو وقعدوا حتى مش عارفين يكذبوا كويس، يعني مش عارفين حتى يكذبوا كذب متسق مع بعضه، طالعين يتكلموا قدامهم بدل الميكروفون 50 ميكروفون، والناس كتير وكالات الانباء عملت ايه ده؟ ده حدث يبدو ان هو كبير لكن هو من جوه فاضي تافه تافه. حاجات كتيره في الدنيا كده تبدو كبيره والناس مشغوله بيها لكن هي من جواها تافهه. تعالوا ناخد العكس، احداث صغيره يمكن ما حدش خد باله منها لكنها مليانه من جوه معاني، مليانه عمق، وليها دور في خلاص البشريه كلها.
حدث البشارة ده يعني على ضوء النص بتاع الإنجيل ما ياخدش دقيقتين، دقيقتين ولا في وكالات أنباء ولا في حد يصور. وحتى الست العذراء ما أزاعتوش، ما أعلنتوش لحد في وقتها خالص. والدليل على كده أن يوسف معرفش، يوسف حتى الراجل الشيخ اللي كان بيرعاها معرفش، ما قالتلوش. والحد لما بدأ يحس أن هي حامل ويفكر كده برضو ما قالتلوش. في إنجيل متى يقول كده أن الملاك هو اللي راح جه قال له، قال له يا يوسف ما تخافش أنك أنت تاخدها، خليها معاك، لأن اللي في بطنها ده من الروح القدس. ده الملاك هو اللي قال له. تخيلوا يعني حتى الست العذراء ما أزعتش، ده برضو من اتضاعها. وهو اللي قال له تسميه يسوع زي ما الملاك قال للعذراء بالظبط، قال له يوسف، بس زود له حتة صغيرة كده وقال له تسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لأن يسوع أو يشوع أو يهوى يهو شع يعني الله يخلص، اسم يسوع يعني الله يخلص. فقال له تسميه يسوع زي ما قال لست العذراء قبلها لأنه يخلص شعبه من خطاياه. طبعا العذراء قال لها تفاصيل أكتر، لكن حدث صغير لكن كان نقطة محورية في خلاص كل البشرية. ساعات كده واحد يواله سر مع ربنا في مخدعه بيصلي محدش شايف، لكن الدقايق دي تكون سبب تغيير لحياته ولحياة أسرة كاملة ولحياة أشخاص كثيرين. حاجة تبدو أنها بسيطة ما عليهاش أضواء، لكن بتحمل قيمة عظمى. وعد تفتكر أن القداس اللي احنا بنعمله ده حاجة بسيطة بياخد ساعتين ويخلص، ده قيمة، ده حياة أبدية. احنا نثبت في الحياة الأبدية والحياة الأبدية فينا. مثل تاني، المرأة اللي سكبت الطيب على رجلين المسيح وواحدة تانية مرة سكبت على الرسول. الحدث ممكن واحد يقول اهو عدى وخلاص، لا، ده كمية الحب اللي موجودة في هذا العمل كمية ضخمة تكفي العالم كله على مدى الأجيال. ولحد النهاردة يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها، والناس تتعلم تعبر عن الحب ازاي، وازاي ربنا بيقدر الحب بتاع الانسان، الحب المخلص. يعني مثلا واحدة من اللي سكبوا الطيب كانت مريم اخت لعازر قبل الفصح بست ايام. وطبعا لما السيد المسيح اقام لعازر فرح مش بس مريم ومارثا، فرح القرية الغلبانة دي كلها، بيت عنيا بيت العناء فرحهم. فكده نوع من وفاء الدين، وفرحانين بحبه، واغلى ما عندهم بيرموه تحت رجليه، اغلى ما عندها 300 دينار، ده مبلغ يعني ده زي السالري بتاع سنة المتوسط يعني هنا في امريكا بتاع سنة، حطيته تحت رجليه. حب مش حاجة بسيطة. عشان كده ليه احنا محتاجين باستمرار نقف قدام كلام الانجيل ونقضي وقت معاه كل يوم، لان الاحداث اللي مكتوبة في الانجيل اكبر بكتير من الحجم الصغير اللي احنا بنقراه ده سطرين ثلاثة. الاحداث اكبر من كده بكتير، ولما ندخل جوه نلاقيها حاجة ضخمة جدا مش عارفين ناخد منها كل الحاجات اللي فيها. كل يوم ناخد ويتفضل كتير لسه ما خدناش. الانجيل فيه احداث لا نهائية، على رأي المزمور لما بيقول لكل كمال رأيت منتهى، اما وصاياك فواسعة جدا ملهاش اخر. بس اللي ياخد ويغرف على قد ما يغرف، على قد ما يغرف، والانجيل عمره ما يخلص، هو يشبع ويرتوي ويروي آخرين والإنجيل ما يخلص. حدث البشارة نموذج لكده. حدث البشارة حدث صغير خد دقيقتين بالكتير، تالي أقل، وكان في الخفاء وفي مدينة غلبانة، مدينة الناصرة، وهي مدينة الحقيقة ما كانتش سمعتها كويسة،
ولكن الحدث ده كان هو بداية التجسد، بداية ان ربنا يتحد بالإنسان، يدخل في الزمن، يقتحم الزمن لكي يبارك الزمن، يدخل في عالمنا ويتحد بينا إلى الأبد، ويصير ابنا للإنسان لكي يصير الإنسان ابنا لله. أحد العبارات اللي هتلاقوها في المقال بيتكلم على أن الاتضاع هو الذي جعل الله الكلمة ابن الله يصير ابنا للإنسان، وبالاتضاع يصير الإنسان ابنا لله. اللي مش هيقبل هذا بالتضاع هيحس قد ايه بنعمة ربنا اللي بترفعه، هيفضل عايش على المستوى المادي. ساعات كده الواحد يزعل لما يلاقي حد يقولك بس احنا برضو بشر. ايه بشر بس اترقينا، بشر بس اتولدنا من الماء والروح، بشر بس بقينا هيكل للروح القدس. انت عايز تعيش ليه في القديم؟ عارفين اللي لو واحد كده ايه خد شهادة متوسطة راح اشتغل بيه، وبعدين وهو بيشتغل ذاكر واخد شهادة عليا، وبعدين ما كده هو ترقى فيترفع وضعه في الشغل. طب وهو بيشتغل برضه خد ماستر ديجري مثلا ولا بي اتش دي، طب ما هو وضعه كمان ايه يترقى اكتر، يفضل وضعه يبقى سعيد انه يفضل شغال بالاعدادية. هو ايه ده حبيبي، انت خدت دكتوراه، تشتغل بالدكتوراه ولا تشتغل بالاعدادية؟ يعني ايه؟ يعني الانسان اللي ترقى ده ابن لله، يعيش كما يحق لأولاد الله، يعيش على مستوى الملكوت، يعيش على مستوى وصايا الانجيل، مش على مستوى وصايا مبادئ العالم وافكار العالم وتقاليد العالم. بقى بعد ما الإنسان يترقى يعيش على مستوى الوضع البشري، سيد المسيح بتجسده رقى الإنسان. على رأي القداس الغريغوري لما بيقول باركت إيه طبيعتي فيك، لما انت خدت طبيعتي واتحدت بيها باركت طبيعتي فيك. والبركة دي جت من الست العذراء اللي عطت له عجينة البشرية، عطت له الطبيعة دي علشان يتحد بيها، عطت له الطبيعة البشرية دي اللي كانت تعبانة وتلفانة لكي يجددها ويحييها مرة أخرى. نقطة كمان، المولود وصفاته. بيقول لها إيه الملاك غبريال؟ بيقول لها أول حاجة يدعى اسمه يسوع، أتلدينا ابنا ويدعى اسمه يسوع، أول صفة أنه مخلص. هذا يكون عظيما، علشان محدش يقول في الدنيا دي أنا عظيم. هذا هو العظيم، وعظمتي لو أنا عايز العظمة أن أنا ارتبط به، أن أنا انكر ذاتي ودب فيه، أحمل الصليب وأتبعه وابقى حتة فيه. هي دي اللي تديني العظمة، ارتباطي بربنا هو اللي يديني العظمة، ارتباطي بالعالم ينزلني يغرقني مع العالم، يرتبط بالتراب يشابه التراب، واللي يرتبط بربنا يشابه ربنا. اللي يرتبط بأمور العالم الحقيرة، شهوات العالم الحقيرة، ينزل كده بيحقر نفسه، واللي يرتبط بربنا يبقى عظيم. وابن العلي يدعى، هيدعى ابن الله. طبعا هو كلمة الله الأزلي، لكن هو أيضا نور من نور، إله حق من إله حق، هو ابن إنسان وهو ابن الله، ابن إنسان بالناسوت وابن الله بالإيه؟ باللاهوت. ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. ده ملك، ده ملك، وملك لا يكون لملكه نهاية، زي ما بنقول في قانون اليمين، لا يكون لملكه انقضاء. ده ملك، وفي ملك بيملك إلى الأبد. أيوة، أصله صنف تاني، مش ملك عادي، مش ملك أرضي ياخد له يومين ويزبل كده الملك بتاعه ويختفي المجد بتاعه، لا، ده ملك
ولكن مملكته ليست من هذا العالم، زي ما قال لبيلاطس مملكته ليست من هذا العالم، مملكته مش على أراضي وشوية ممتلكات. ملك على القلوب، يقول لك هو ذا ملكوت الله إيه؟ داخلكم، ملك ولا يكون لملكه نهاية. ولما يقول داود، لأن داود كان رمز للملك الحلو والملك الصالح، الملك الملك اللي كان متعلق بربنا، الملك اللي كان بيحب ربنا من كل قلبه، فكان دايما يقاس به. حتى الملوك اللي جم بعدين الناس له كان يتقال فلان ده ما مشيش زي داود، وفلان ده كان زي داود بس يعني غير أنه ساب كذا كذا ما عملوش. وفي اتنين ملوك قال عليهم زي داود، اللي هم حزقية ويوشية، قال عليهم دول زي داود. فداود ده كان الستاندر، لكن ده على المستوى الأرضي. كل ده رمز للملك ابن داود اللي جاي يملك علينا ملك روحي وملكوته لا يزول، زي ما شافه دانيال قال كده، ملكوته لا يزول ولا ينقرض، ملكوت أبدي، فهو لا يكون لملكه انقضاء. أيضا من صفاته يقول لها كده المولود منك قدوس، قدوس. أصلها مملكته مملكة قديسين، ولا يمكن أن نثبت فيها إلا كقديسين. يقول لي بس أنا يعني مش قديس. يقول لك طب ما إحنا بنعمل إيه هنا في الكنيسة؟ نتقدس، إحنا بنيجي الكنيسة عشان نتقدس، علاقتنا بربنا دي عشان نتقدس، أسرار الكنيسة دي عشان نتقدس، كلمة ربنا اللي بنتغذى بيها عشان نتقدس، التسبيح اللي بنتغذى بيه عشان نتقدس، التناول من جسد ربنا ودمه عشان نتقدس، سر التوبة علشان نتقدس. كل إمكانيات التقديس موجودة، ولا يمكن أن نثبت في ملك المسيح إلا كقديسين. هو ملك القديسين، زي ما مكتوب في سفر الرؤيا، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. آخر حاجة استفسار الست العذراء، استفسار غير بتاع زكريا خالص. بتاع زكريا كان استنكار، يقوله ازاي يكون كده بقى وخلاص الموضوع انتهى وعجزنا بقى. أما الست العذراء فبتفهم، عايزة تفهم، وبتقول ايه؟ بتقول كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ دي وجهة الاستفسار. طب ازاي هيكون؟ انا شايف كده لمحة ان هي حاسة ان البتولية غالية عليها قوي، مفيش في ذهنها في وقت من الاوقات ان هيكون في معرفة برجل، والبتولية دي حاجة غالية، طب يا ترى هتفقدها؟ عارفين لما يكون واحد ايه ربنا بيطلب منه حاجة فيقول له طب يا رب بس انا بحب الحاجة الفلانية، يقول له ما تخافش حبيبي، انا لما بطلب منك حاجة الحاجة الروحية الجميلة اللي انت متمسك بيها دي مش هتفقدها. دايما لما ربنا يطلب مننا حاجة او يدخلنا جوه تدابيره ما يكونش فيه خسارة ابدا. هي مجرد بتتساءل طب ازاي هيكون ده، بيكشف قد ايه هي كانت يعني البتولية بتاعتها من جوه القلب، وما كانش فيه اي تفكير في ارتباط، كانت حاجة كده يعني مكرسة بالكامل لربنا. عشان كده الملاك غبريال قاعد يشرح لها، ما انبهاش ولا شدد عليها في الكلام زي ما عمل مع زكريا، بالعكس وضح لها وضح لها وضح لها وفهمها ان ده تدبير من ربنا. قالت له خلاص، قال لها على فكرة انت عارفة طبعا ليس شيء غير ممكن لدى الله. يا سلام، دي ده حكمة جميلة من الملاك نحطها قدام عينينا كل يوم وكل لحظة في حياتنا، ونزرعها جوه قلبنا انه ليس شيء غير ممكن لدى الله. مش احنا واثقين فيه؟ مش احنا مسلمين حياتنا؟ مش احنا ماشيين في طريقه؟ خلاص هو مسؤول، وليس شيء غير ممكن لديه، ليس شيء غير ممكن لدى الله. وفي نفس الوقت قال لها في نموذج اليصابات، انت تعرفيها
ودي حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا. طبعا يعني هي لقطت الكلمة، مش بس خدت منها درس حلو انه فعلا ليس شيء غير ممكن لدى الله، لكن ايضا لقطت الكلمة علشان ايه؟ بسرعة تروح تخدمها، فعلا جريت بعد البشارة تروح تخدم اليصابات. الست العذراء متمسكة بالفضائل اللي عندها وبتسأل، طب يا رب الطريق اللي انت هتمشيني فيه ده هيخليني اتشغل بحاجة بعيد عنك؟ لا متخافش، ساعات ربنا يدعينا لخدمة معينة واحنا نكون مثلا بنحب التأمل، بنحب الهدوء، نقول يا رب طب احنا بنحبك يا رب وهنسمع كلامك في كل اللي تطلبه مننا، لكن احنا يمكن يا رب بنحب مثلا طريق معين. يقول لك لا ما تقلقش، الشاطر اللي ما يستحسنش طريق ويسيب ربنا يختار له. ساعات احنا نبقى بنفكر في طريق معين وشايفين ان ده يعني هو اللي يبقى ماتشينج مع شخصيتنا ومع ظروفنا وكده، لا اسيب ربنا يختار لي. يوم ربنا يدخلني جوه تدابيره العجيبه. والست العذراء فضلت زي ما هي، الهدوء، التواضع، قله الكلام، الايمان، روح الخدمه زي ما هي. ومش بتحب الكلام، كويس انك انت مش بتحب الكلام ولا قالت لحد، ده يعني الملائكه والروح القدس هو اللي كان بيشتغل وبيكشف للناس، كشف ليوسف، كشف لاليصابات، لكن هي ما اتكلمتش ولا قالت كلمه عن نفسها، فضلت محتفظه بتضاعها، وفي نفس الوقت فضلت محتفظه ببتوليتها حتى بعد الولاده واثناء الولاده وقبل الولاده، فضلت محتفظه بكل الحاجات الحلوه اللي عايشه بيها وفرحانه بيها، وفي نفس الوقت خدمت الخدمه بتاعتها كوالده الاله وكأم وكمربيه وكحاضنه للطفل يسوع الى انه نضج وكبر ومشيت الرساله بتاعتها للاخر. فالانسان الشاطر هو الانسان اللي ما يتمسكش بحاجه شكليه او ظاهريه، زي ما ربنا عايزني، عايزني ابقى في الوضع ده حاضر، عايزني ابقى ام حاضر وانا بتور برضو طيب بركه، عايزني ابقى في المسؤوليه الكبيره دي، صحيح انا مش قدها لكن هو اللي يقويني. العذراء كانت كم سنه يعني؟ كانت يعني 14 سنه، حاجه صغيره خالص يعني 14 سنه، لكن ايمان وتواضع وروح خدمه ناميه ما انقطعتش منها ابدا، عشان كده استحقت ان الملائكه تخدمها والملائكه تبشرها. بركه ست العذراء ام النور تكون معانا، ولالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. تكون مع جميعكم بسلام، والسلام الرب يكون ومع روحي. النهارده الساعة 5:30 كده في لقاء مع أبونا متياس نصر اللي هو